أمي الحبيبة كيف الحال؟ مشتاق جداً 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 جداً. أكيد استغربتوا دكتور سيف تخبل عديم التربية كيف يرمي الأزبال على امرأة عراقية. خلوني أعرفكم بي سجاد الممثلة. أهلا وسهلا أم سجاد ممثلة معانا. حبينا أنه نعمل هذا الفيديو نصيحة لكل من يرمي الأزبال في بغداد. لو اعتبرنا بغداد أمنا لفكرنا ألف مرة قبل أن نرمي الأزبال فيها، لكن إحنا معتبريها سفينة لكل الأطياف، فمن يهتم بنظافة سفينة؟ المصور يحب كاميرته لأن معتبرها حبيبته، والمؤلف يحب الكتب اللي ألفها معتبرها أولاده. فلو اعتبرنا بغداد أمنا لما فتحنا الجامة نافذة الشباك ورمينا فيها الأزبال. اهتموا بنظافة مدينتكم بغداد ومهمتكم.